لكم دايما بحب اتكلم في الكواليس والاخبار، ولكن النهارده هستعين باحد الحكام السابقين ومحاضر تحكيمي بيبقى عنده معلومات وداتا مهمه في الملف ده، الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. كابتن محمد مساء الفل. محمد ازيك عامل ايه؟ الله يسلمك. مساء الفل. انا شفت ثلاث اخبار بصراحه، يعني الموقف ده يقول ان الفتره اللي جايه فتره صعبه، داخلين على مشاكل كتير، والاهلي كان بيحذر وبيقول يا جماعه اهتموا بمنظومه التحكيم لان الموسم اللي جاي مش هينفع يبقى فيه اخطاء نفس اللي حصلت الموسم الماضي. صحه الاخبار دي والموقف الرسمي داخل اللجنه، موضوع بريرا والغاء المؤتمر، موضوع تشكيل جديد للجنه الحكام وطرح اسم جهاد جريشه وغضب اعضاء في لجنه الحكام، فكل التفاصيل دي اكيد نسمع منك كابتن محمد لو عندك جديد وكواليس في هذا الموضوع. طيب هبدا لك بالمؤتمر اللي تم الغائه. وطبعا اتفضل. قلت نقطة مهمة جدا، ان الناس عارفة حددت ميعاد المؤتمر وبعدين لغت المؤتمر فجأة، لان هم عرفوا ان الحكام بعد ما قابلوا الاستاذ وليد العطاري من فترة وحدد اتحاد الكورة حدد يوم 25/7 صرف المستحقات وعدى التاريخ من غير صرف المستحقات، فالحكام قررت ان هي تروح اتحاد الكورة يوم الحد اللي هو الميعاد اللي قبل اللي هو امبارح. تمام. فلما لما اتحاد الكوره اعلن ان المؤتمر هيبقى الاثنين، الحكام قررت ان هي تاجل الميعاد ويبقى يوم الاثنين عشان تدخل تتحدث مع وسائل الاعلام وتحرج اتحاد الكوره، لان هم عندهم استفزاز من اللي بيحصل. ازاي انت هم بيقولوا رئيس لجنه حكام بيتقاضى 18000 يورو في الشهر واحنا ما بناخدش مستحقاتنا، وطالع تتكلم عن التطوير، وطالع تطالبني ان انا اتمرن وهيبقى عندي اختبار وعندي متطلبات كتيره جدا، وانت ما ادتنيش حقوقي للسنه اللي فاتت، المفروض ان انت طالع تتكلم على تطوير. فهم كانوا رايحين يحرجوا اتحاد الكوره ويحرجوا لجنه الحكام قصاد وسائل الاعلام. فلما ده وصل، المعلومه دي وصلت لاتحاد الكوره، قرروا الغاء المؤتمر، وده بكل وضوح. لكن موضوع اصل بعد دور الثمانيه وبعد انتهاء الموسم، هو الموسم خلص بالفعل، فده كان سبب، هم مش سبب، فده السبب المعلن. يعني الغاء المؤتمر جاء بسبب ان الحكام كانوا هيعملوا وقفه في الاتحاد النهارده عشان المستحقات الماليه المتاخره، وبالتالي بيريرا واللجنه والاتحاد لغوا المؤتمر. مش وقفه، هم كانوا قرروا لما لقوا وسائل الاعلام موجوده، فكانوا داخلين يحرجوا بيريرا، داخلين يقولوا طب انت فين مستحقاتنا من المؤتمر؟ انت حتى ما بتطالبش بيها. يعني انت ما بتشتغلش على التطوير، انت طالع تقول كلام مرسل، لكن على ارض الواقع ما فيش تطوير، ودي حقيقه على فكره. هم صح. الحكام هتتكلم في تطوير ازاي والناس ليها فلوس؟ بالظبط. انت الف ب تطوير، انت الناس، انت بتبدا موسم جديد ومستحقات موسم بالكامل مش ما حدش خدها، وطالع تتكلم في تطوير، فده استفز الحكام، فكانوا عايزين ماشي. يحرجوا الناس قدام راي العام. هتلغى المؤتمر. وتوقعاتي اعتقد مش هيتعمل تاني. انا اعتقد ده. لان هو الموضوع، يعني الموضوع بقى شكله محرج ليه، وهو ما عندوش جديد يقدر يقوله الا بعد ما يشكل لجنه الحكام. يعني هو كمان كان طالع قبل التشكيل وفي مشاكل جوه داخليه جوه لجنه الحكام. هو رافض اسماء بعينها، وده تحدث فيه مع اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره وقال لهم انا مش عايز اسماء بعينها. وفي البعض من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره يعني بيحاولوا يقنعوه بالابقاء عليهم، ومع تغيير ال يعني البوزيشن، مع تغيير ال يعني كل واحد يعني اللي ماسك التعيينات يقولوا طب خلاص هنريحه ده من التعيينات، نبعد ده نحطه في حته اداريه، لكن خليهم. فالامور فيها صراعات، فبريرا مش مرتاح، وخصوصا ان كمان هو لما وصل له بيوصل له كل حاجه بتتقال عليه في الاعلام، بيوصل له كويس قوي، ولقى ان الاعلام كله بيتكلم عن التعيينات، فهو كمان ما بيتدخلش في التعيينات، فدي راح اتكلم فيها مع المجلس وقال انا مش عايز مسؤول التعيينات معايا، ودي قالها بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحه. يعني هو عمل اجتماع مع عدد من اعضاء اتحاد الكوره وطلب فيها تعديل على اللجنه، لان كده كده اللجنه المفروض كلها تقدم استقاله بعد ماتش الاهلي والمصري يوم الخميس، لان ده موسم جديد لازم كل اللجان بتقدم استقالات، وبالتالي الاتحاد يا اما يجدد الثقه يا اما يعين اعضاء جدد، فالراجل طبيعي يطلب تغيير. ولكن طب هو طلب تغيير، هل عنده أسماء مرشحة؟ هل عنده فكرة عن الأسماء اللي ممكن تكون مطروحة بديلة للأسماء اللي معاه؟ يعني هو الفترة الأخيرة موجود في مصر بقاله 3-4 شهور، عنده خلفية عن الأسماء اللي موجودة في التحكيم في مصر، ولا هيستعين بحد؟ هو اللي تواصل معاهم بالفعل واللي يعرفهم واللي تواصل معاهم كابتن سيد مراد،
كابتن تامر دري، كابتن جهاد جريشه، دول تواصل معاهم بالفعل وطلب ان هم يكونوا موجودين معاه. تواصل مع الثلاثه؟ تواصل مع الثلاثه، بس مين هيكون موجود؟ مين هيوافق يكون موجود؟ وهل مين وايه هو وضعيتهم في اللجنه؟ ده اللي احنا لسه مش عارفينه، لكن اللي انا عارفه واللي متاكد منه ان الكابتن تامر دري الطلب عشان يكون هو مدير لتقنيه الفيديو. اوكي. يكون هو المسؤول عن تقنيه الفيديو، وهيعمل وعاوز يعمل لجنه فنيه ويكون ليها رئيس، مين بقى؟ الكابتن سيد مراد او الكابتن جهاد جريشه؟ الله اعلم. لكن هو طلب كمان من مجلس الاداره ان هو هيكون ايده في التعيينات، وهو عايز مستشار ليه في التعيينات. يعني هو اللي هيعين للموسم الجديد وعايز مستشار ليه للتعيينات كمان. ده اللي هو طلبه بشكل رسمي من مجلس اداره اتحاد الكوره. اوكي. لكن طبعا مين اللي هيساعده بقى بالشفافيه؟ ده اللي احنا مستنيينه، وخصوصا بعد مشكله التعيينات الاخيره عملت صدام كبير جدا جدا جوه لجنه الحكام. طيب. عايز اقول لك بالمناسبه لجنه الحكام يعني سربت شويه معلومات ان هي بتقول ان بريرا كان هيطلع يتكلم في المؤتمر الصحفي عن تصنيف الحكام. انا بس رسالتي للجنه الحكام واللي سرب المعلومه دي انا بقول له انت اي تصنيف اللي بتتكلم عنه، وان انت الموسم اللي فات ادار الدوري 44 حكم، في منهم 7 8 بس اداروا ثلث المباريات او 70 او يعني نص المباريات، في من نصهم ادار مباراه ومباراتين، على اي اساس التصنيف؟ طيب جزئيه الثلاث اسماء اللي كلمهم من ضمنهم اسم الكابتن جهاد جريشه، فيتو كتب خبر واعتقد الخبر ده فيه تفاصيل يعني تخوف، ان الراجل عايز يعمل تعديلات زي ما انت قلت فعلا، وكلم جهاد جريشه، ولكن ان الاتحاد في ناس رفضت واعضاء في اللجنه ابدوا غضبهم، وبالتالي دي تفاصيل ممكن تجبر الراجل على الرحيل. هل الكلام ده فعلا وصل للمرحله دي، ولا ده ممكن لسه كلام يعني الناس بتحاول تسبق الاحداث ولكن لسه كلام ما حصلش؟ هقول لك حاجه اول مره الناس تسمعها على الهواء. اتفضل. قال كده نصا في اسماء بعينها لو تواجدت معايا في لجنه الحكام انا مش هكمل. على طول قال كده. لكن انا مش هقول اسماء ومنع الاحراج يعني. لكن هو قال في ناس لو كملت معايا انا مش هكمل، وهو مش عايزهم نهائيا. يبدو ان الراجل خلاص خاف على اسمه بعد اللي حصل الفتره الاخيره. هو يعني اللي حصل في الفتره الاخيره كل الناس شايفاه، يعني احنا مش بنقول حاجه مستخبيه، لكن طبعا اللي اثار حافظته بشكل مستفز التعيينات اللي كان فيها استفزاز كبير جدا حتى للحكام مش لبريرا بس، مش للراي العام. انت النهارده بتتكلم اخر 10 مباريات مثلا، انت بتتكلم في 3 4 حكام بيتكرروا بشكل استفز الحكام بشكل كبير جدا. طب انا اقول لك على معلومه انا سمعتها تقول لي صح او غلط. هل الحكام الدوليين اللي منهم دلوقتي موجودين في المملكه العربيه السعوديه راحوا عملوا اجتماع خاص مع بيريرا اشتكوا له من نقاط محدده، وقالوا ان الكلام ده لو حصل السنه الجايه عشان عندنا قائمه دوليه واستعداد لبطولات كبيره احنا هيكون عندنا مشكله كبيره مع الكاف والفيفا؟ طبعا ده حصل. ده حصل حصل، والموضوع ده حصل كمان اكتر من مره. حصل في المعسكر اللي كان في بورسعيد، حصل في قاعده ثانيه، والحكام قعدت معاه تفهمه. يعني على سبيل المثال عندنا الحكام الدوليين اللي هم بيشاركوا في البطولات في افريقيا، الحكام دي لازم تشارك بشكل مستمر في الدوري المحلي، لان عدم تواجدهم بيأثر عليهم بشكل سلبي في تعيينات افريقيا. انا بحس ان هم بيتعاقبوا يا كابتن محمد. هم بيتعاقبوا لان التعيينات، عايز اقول لك التعيينات ما فيهاش معايير فنيه، هي التعيينات مين المقرب ومين اللي مش مقرب. فالحكام قعدت معاه قالوا له احنا بنتضرر، فاحنا لما احنا لازم يبقى نتواجد بشكل منتظم أكيد. عشان ده بيأثر علينا. وكمان في نقطه مهمه اتكلموا فيها، ودي بقى الخطر اللي جاي في مستقبل التحكيم، ودي لازم اتحاد الكوره، ودي رساله مني لاتحاد الكوره انه لازم يشوف ان القائمه الدوليه في معايير جديده للاتحاد الدولي. وهاخد لك مثال ببيتر كاماكو الحكم بيتر كاماكو في كينيا. عايز اقول لك ان الدوري الكيني ما فيهوش تقنيه فيديو. تخيل لما بيتر كاماكو واحد من الاقوى المرشحين دلوقتي لكاس العالم عشان معاه الشارتين، شاره الملعب والشاره الدوليه، انا بتكلم في الشاره مش رخصه، الشاره الدوليه لتقنيه الفيديو والشاره الدوليه ليه كحكم في الملعب. لما يبقى في مفاضله بينه وما بين مثلا محمد معروف او امين عمر على اساس ان هم حكام نخبه، ويختاروا بيتر كاماكو لان هو حاصل على الشرطين ودي شروط الاتحاد الدولي. مين؟ طبعا مين هنا اللي هيتحمل مسؤوليه ان احنا نفقد مقعد في كاس العالم
ونقعد بقى بعديها نقعد نقول احنا ليه ما رحناش كاس عالم. هل اللجنه عارفه الكلام ده؟ وجهه نظري اللجنه ما عندهاش درايه خالص باي امور بالاعتبارات الجديده، بدليل هقول لك بدليل كلامي ان هم بيتحدثوا مع الحكام وبيقولوا لهم بيتكلموا في التجديد وسن ال 45 سنه والتقاعد والكلام ده اتلغى خلاص، وفي محاولات لاقناع محمد عادل ان هو يخرج بره القائمه الدوليه، وده طبعا بيقولوا له بداعي ان انت عندك 45 سنه وده مش موجود، وده دليل على ان هم ما عندهمش درايه حتى بتعليمات الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد الدولي ان سن التقاعد ده اتلغى، ما بقاش في حاجه اسمها سن تقاعد اصلا. كابتن محمد انت محتاج حلقه، انت فجرت كذا ملف معانا في مداخله وكلام خطير جدا اتقال في كذا حاجه، يعني مساله التعيينات، مساله اعضاء اللجنه، تهديد بريرا، تشكيل اللجنه، جهاد جريش، السيد مراد، تامر دوري، المستحقات، الغاء المؤتمر، ده عايز حلقات. كابتن محمد انا بشكرك. انا اللي بشكرك. واتمنى الفتره الجايه يا رب الملف ده يعني الاتحاد يشتغل عليه بشكل كويس، لان النادي الاهلي دايما بيحذر يا جماعه اهتموا بمنظومه التحكيم، واحنا هنا هنفضل دايما مستمرين في متابعه هذا الملف، لان الاهلي ما بيتكلم في ملف دورنا الاعلامي لازم نستمر في القاء الضوء على الملف ده، لان الملف ده فيه مشاكل كتير اهو. في 48 ساعه مؤتمر اتلغى، مستحقات حكام عامله مشكله، قايمه دوليه اكيد هيبقى فيها مشكله كبيره، وخبر مهم قاله الكابتن محمد صلاح ان في اتجاه حتى لخروج محمد عادل من القايمه الدوليه، موضوع التعديلات اللي في اللجنه، ترشيح السيد مراد وجهاد جريشه وتامر دوري، اعضاء في الاتحاد مش عايزين، اعضاء في اللجنه اعترضوا، حكم دولي سابق راح الاتحاد واتكلم مع الناس هناك، ما ينفعش حكم من الثلاثه المرشحين يخش يكون في اللجنه، لا لا ده في حاجات خطيره، لان الموسم اللي جاي ما ينفعش فيه اي هزار. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند.